أرحب بطارق ثابت مفدى شروق الإخبارية. إليك طارق، كيف هي الانطباعات؟ وإلى كل متابعي قناة الشروق الإخبارية، في هذا الأمسية التي يجتاز فيها طلبة أو تلاميذ الثانوي هذا الاختبار المصيري اليوم، وبعد أن كانت المادة التي اجتازوها صباحا مادة اللغة العربية، هذا المساء اجتازوا مادة العلوم الإسلامية. كنا تقربنا من التلاميذ ورصدنا بعض الانطباعات، الجميع يجمع على أن الأسئلة كانت في المتناول، الجميع متفائلون بالأسئلة، الجميع أيضا أجمعوا على أنها كانت أسئلة في المتناول وضمن المقرر الدراسي. طبعا ما ينتظره التلاميذ غدا يوم كبير حسب ما قاله الكثير من الأولياء أيضا وكذلك التلاميذ، كيف لا، وهي مادة الرياضيات التي يعول عليها الكثير في مسارهم الدراسي في هذا الاختبار المصيري الذي سيؤهلهم إلى اجتياز خطوة مصيرية أخرى تمكنهم من ولوج حرم الجامعة. زميلتي وسام، طبعا أنتم الآن تشاهدون التلاميذ يخرجون من هذا الامتحان، كما قلت امتحان مادة العلوم الإسلامية، من أمام هنا من هذا المركز من بير خادم، وكلهم أمل إن شاء الله في أن يقدموا الكثير خلال الأيام المتبقية من هذا الاختبار. إن شاء الله سنعود لك من جديد زميل طارق ثابت لترصد لنا الانطباعات مع التلاميذ.